نصيحة لطلبة العلم. النصيحة لطلبة العلم، النصيحة التي أطلب أوجهها لكل طالب علم في الداخل وفي الخارج وفي القمر إذا كاين شي واحد، احفظ القرآن. يبدأ بالقرآن. ما يعني ما هو لن يسمى طالب علم ما كاينش قرآن. أنا بالنسبة لي طالب العلم ماشي طالب علم ما كاينش قرآن. ماشي تنقول أنا لا خصو يعرف غير آيات الأحكام وهذا الكلام، لا خصو يحفظ القرآن. إلا حفظت القرآن أبواب العلم تتفتح لك، اقرأ اللي بغيتي وحفظ اللي بغيتي. يعني يوقف طلب العلم، هذاك هو طلب العلم. على كاين شي علم أحسن من القرآن؟ صحيح. يحفظ القرآن. وحنا في المغرب كان عندنا الطلبات ديال العربية وديال داكشي عندهم واحد الفكرة، أنه كل واحد ما حافظ القرآن هو عامي. صحيح. كل واحد ما حافظ، يعني يكون دكتور في جامعة ما حافظ القرآن، طالب تيقول هذاك راه عامي. حتى في تقليد عندنا في المغرب، اللي ما يحفظش القرآن مستحيل يصلي بالناس التراويح. أيوة طبعا، ما يقبلوش عليه. أيوة. نعم الحمد لله. فهذه النصيحة الأولى، لا يشتغلوا بشيء قبل كتاب الله.